انت غادي تصور في الورد هيك وهذاك اخر الزمير الراجل ما يمشي يعني بالنسبه للورود وما يخص بحي الحسني كما كتشاهدوا معنا هنا كتشوفوا معنا هنا كاينه اثمنه زوينه بالنسبه للورود والله يكون في العون والله يسهل كل المغبون. وبما ان هذا الموضوع ديال الاثمنه مناسبه بالنسبه للبوكيات كاين البوكي ديال 800 كاين 1000 ريال كاين 1200 كاين المشموم الزوين كتشوفوا اليوم نايضه بزاف مواقع التواصل الاجتماعي كاين بعض الاولاد والبنات اللي مخاسمين مع والديهم يمكن لهم يديو لهم واحد البوكي ديال النوار اولا مشموم ولا شي واحد مريض في السبيطار ولا شي حاجه يمكن لهم يديو لهم كادو من عندهم في سبيل الله. وهذه رسانه جديده ان شاء الله ولا يدخلها علينا بالخير وان شاء الله كنتمنوا من الله عز وجل يسهل على كل مغبون. وكما كتشوفوا معنا ديما كنرجعوا ديما للورود لان الورود اليوم اليوم كاين واحد المفاجاه وكاع الناس الحمد لله كيجيو عندنا من كل قنت وكل كل شيء بخير. وكما كتشوفوا معنا وكتلاحظوا معنا صور معنا خويا هذا الشيء اللي عندنا هنايا مازال ان شاء الله كاين الورود مازال كيخدموا مازال الناس كاين استقبال كبير كاين استقبال كبير الحمد لله. لا خويا ما كيكونش بحالو لا لان الورود عنده الوقت ديالو الناس اللي كتجي في الوقت ديالو. ولكن اليوم كيف ما كنشوفوا كما قلت لكم كاينه واحد الموجه من الامواج اللي هي صعيبه داخلين فيها الناس اللي عندهم المشاكل اللي كيقدر يتصالح مع مو ولا يتصالح مع باه ولا يتصالح مع مو كيديو مشموم باش يتصالحوا مع والديهم وكاين اللي مريض وكاين اللي في السبيطار وكيديو لهم مشموم ولا يديو لهم بوكي. بالنسبه للاثمنه راني قلت لكم راه كاين 40 درهم 50 درهم 60 درهم بالنسبه للمشموم كاين حتى 3000 ريال. انواع ديال الورد عندنا انتم كما كتشوفوا معنا لاحظوا معنا كما كتلاحظوا معنا جميع الورود وما يخص كيف ما كنقولوا وناس مزيانين متواضعين وكيجوا عندنا الناس ان شاء الله مزيانين. كنقول لهم قبل ندخل 2023 الله يدخلها عليهم بالخير والصحه والعافيه والله يدخلها على هاد الناس هادو الناس كاينين بعد الدريات ولا الدراري مخاسمين مع والديهم كلهم يديو ورود يديو واحد البوكي يفرحوا ديك الام او يفرحوا ديك الاب ولا الاخ مع الاخ مخاسمين ولا الاخت مع الاخت. هذه هي الوقيته باش خاصهم يكون واحد العزيمه عند واحد الانسان لان راه السنه هذه اش غادي نقول لك. هذا الورد هذا اخويا كيجي من بني ملال التحيه للناس ديال بني ملال وتحيه كبيره وتحيه للناس اللي كيجيو ياخذوا الورد بجميع الانواع اي حاجه طلبوها في الورد وما يخص كيف ما بغاوها كيجيو كيلقاوها مصايبه بغاو كوموند كيكومونديو عليه بغاو يديوها تم راه كيديوها. كيف ما بغيت نقول لكم كنرجعوا ديما للوالدين والخوت وهذا الشيء هذا هو المهم هذا هو المهم الخوت والخواتات والامهات كاع اللي مخاسمين وكاع اللي عنده شي حبيب في السبيطار ولا شي اخت ولا شي حاجه ومخاسمين او لما ضروري الورد راه ما فيه حتى مشكل وهذيك غير هدايه كتهديها لواحد الانسان او انسانه او واحد الام اللي كتفرحها وكيرجع فيها واحد الروح ديال من قبل كتولي الام على البنت بخير والام على الولد بخير. اي واحد مخاسم هذه هي الوقيته خوتي راه غادي نجيكم من الاخر والله العظيم ما نكذب عليكم جيو خذوا الورد وسيروا تصالحوا مع الناس وحبابكم الله يجازيكم بخير راه صله الرحيم راه صله الرحيم والله ما نكذب عليكم ما نعاود لكم ما نقدرش نعبر لكم داكشي اللي في قلبي ما نقدرش نعبر لكم داكشي اللي في قلبي لان انا كنعيش هذا الشيء وحساني والتحيه للناس جميعا اللي كيجيو ياخذوا من عندنا الورد. من حين ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.